هي أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة. مشاهدينا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأم. عيد الأم هو يوم رمزي للاحتفاء والاحتفال بالأم. ليه؟ لأنه كل ثانية وكل لحظة هي بمثابة احتفال بالأم. الاحتفال بالأم وبقيمتها لا يجب أن يتوقف أبدا. وكان زمان كنت بقعد أقول بالتأكيد اليوم ده بيعدي بحزن شديد على كل من فقد أمه، وكان في البعض بيقترح إلغاء هذا اليوم على اعتبار أنه بيؤلم الذين فقدوا أمهاتهم يعني. لكن الحقيقة لا، حتى اللي فقد أمه يمكن أن يحتفل بيها في هذا اليوم. الأم ما بتموتش يعني، تظل موجودة في أعماق ابنها بنتها، لا يمكن أبدا تموت. وفي اليوم اللي زي ده حيتعامل مع الأم وكأنها تعيش معه، وحيستعيد ذكريات جميلة مع أمه، وحتى الذكريات المؤلمة اللي عدت لما بيستعيدها دلوقتي بالتأكيد هيبقى عنده حالة ارتياح نفسي. الأم بما فيها من حكمة الحياة، دفء المشاعر، فيها الحياة كلها، لا يمكن أبدا أن تموت. وبالتالي الجميع يحتفل ويحتفي بالأم الذين فقدوا أمهاتهم، وحتى اللي إن شاء الله يعني تظل الأم دائما تتمتع بالصحة والعافية دايما، لأن الأم وجودها في الحياة مهم جدا. أي حد يعني بيختلف الوضع معاه تماما قبل وبعد في وجود الأم وفي عدم وجودها. عشان كده في هذا اليوم تحديدا هو يوم لحكمة الحياة، لدفء المشاعر، للعطاء وللتضحية. مفيش حد ممكن يتمنى أن في حد يبقى أحسن منه، إلا الأم تتمنى ذلك لابنها وتتمنى ذلك ايضا لابنتها. دايما في هذا اليوم بيبقى فيه لمسات جميله هنشوف بعضها، لكن تعالوا نشوف الاحتفال التقليدي كل سنه للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الامهات المثاليات. هي نماذج، كل ام هي ام مثاليه، كل ام ضحت وربت وتعبت جدا هي أم مثالية، لكن دول نماذج بنشوفها لأمهات زيهم كتير. النماذج الحقيقة كانت مبهرة، هتلاقوا فيها الجمع ما بين العاطفة الجياشة والمشاعر الكثيرة التي فاضت في هذا الاحتفال، بالإضافة إلى وهو ده الأهم، هو إنه الأم دايما هي عنوان للتضحية وللحب الحقيقي بدون أي مطالب وبدون أي مكاسب. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أنا متشكر كل التقدير والاحترام لحضراتكم. من فضلكم استريح. مصر لديها سياسة ونهج واضح لتمكين المرأة المصرية بمؤشرات وأهداف: التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، الثقافة والتشريعات، الحماية، التمكين الاجتماعي. وتكريمه للأمهات اليوم، وكذلك تكريمه لعشرة سيدات رائدات كل في قطاع مختلف، من رائدة في العمل الاجتماعي، لمتميزة في البحث العلمي، لمعلمة علمت أجيال، لفنانة أبدعت، ولمصرفية علمت، هو احتفال واحتفاء بقيمة البذل والعطاء وقيمة العمل.
يوما ما وراء مكسب المادي، ولكني استثمرت دمي وشبابي في تربية النشأ. كانوا كنوز كبروا في رعاية أم ومربية، وأنا مدينة لهم إن هم أدوني هذا الحقل لتجارب اللي بنطبقها للإثكس للأخلاق والمبادئ. الله، خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول أنا التقيت بأسر الشهداء في كل المناسبات. أنا مش ببالغ، أقسم بالله لم أسمع كلمة واحدة من أم شهيد أو زوجة شهيد أو حتى بنت شهيد فيها أي شكل من أشكال، مش عارف الملامة ولا على الأقل قدامي، إن مشاعر الفخر والاعتزاز تغمرني بفيض من السعادة، وأنا أشهد فعاليات هذا اليوم العظيم، يوم المرأة المصرية، التي وصفتها ولا زلت أصفها بأنها صوت ضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، وينبع هذا الوصف بيقين راسخ بأن الله جل في علاه قد جسد كل المعاني الإنسانية النبيلة في شخص المرأة. تختلط معاني التضحية والحنان والتسامح بالقوة والإصرار والإكرام الذات، وتجسد المرأة المصرية صوت ضمير الوطن، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة التي أفنت نفسها من أجل بقاء الأسرة والمجتمع متماسكين. أنا مش هكرر الكلام اللي أنا جايبين في الآخر بيقولوا لي، يعني برضو موضوع الانتخابات أنا مش هكلم عليه تاني، لكن هقول اجعلنا العالم ينصت لصوت المصريين في إجلال وتقدير، اجعلنا صوتكن للوطن وانحزن له دون غير للوطن، وبالمرأة المصرية وتضحياتها ستحيا إن شاء الله مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده احتفال بأمهات، كان مازج للأمهات المثاليات، وأنا في اعتقادي وفي يقيني أن كل أم هي أم مثالية، لأن احنا مش شايفين داخل الجدران حجم العطاء وحجم التضحية وحجم الألام وإيه اللي جوه البيوت من مشاكل ومتاعب وأزمات. تظل الأم دائماً هي اللي بتقود سفينة البيت للوصول إلى شاطئ الأمان، وبالتالي هنا هو ده احتفال بكل أم. تعالوا نشوف بعض المشاهد، اللقطات والنماذج، نشوف مثلا الهدايا الجديدة اللي بدأ الناس يعني قلنا نشوف نعمل تحقيقات متعلقة بالأم، هدايا جديدة يقدمها الناس للأمهات. احنا كنا لما تبنينا من هنا المطالبة بتشريع لمعاقبة حالة العقوق، عقوق أو حالة الجحود باتجاه الأم وباتجاه الأب، لأنه للأسف الشديد بنلاقي نماذج، يعني هي نماذج استثنائية، يعني لأن الحالة لا أحد يتخيل انه تبقى في علاقات من هذا النوع مهتزه. يعني صحيح في بعض العوامل، في بعض الدوافع، لكن ليه كنا بنقول ده؟ لانه كنا بنشوف حالات الاذى النفسي والمعنوي بيكون كبيرا جدا اللي بيلحق بالامهات بسبب معامله الابناء، بعض الابناء، يعني نماذج هي صحيح قليله وفرديه، ولكن كان لابد من مواجهه ذلك. تعالوا نشوف ده تقرير عن حنان الحب الأم مهما كبر الأبناء.
كبر الأبناء وصاروا آباء وأمهات، وما زالوا مفتقرين إلى حنان الأم ودفء أنفاسها. أسف مش موجودة، بس موجودة معايا في كل وقت وفي كل مكان. هو طبعا اليوم ده بالنسبة لي بيبقى أصعب يوم في السنة، لأني اتحرمت منها. ربنا يخلي كل أم موجودة ويبارك في عمرها. بتأثر جدا لأني مش لاقيها، مش لاقيها قدامي. شفت كمية احتفالات كبيرة جدا وأنا مش لاقي أم يحتفل من غير ما يعمل ضجة ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله. يبقى رسالة قوية أن أنت تعبت عشاني فأنا بكفك. بروا أمهاتكم واحتفوا بهن، ولكن خففوا من ذلك الضجيج، فقد حرمنا أمهاتنا وسنظل محرومين. الواحد لازم يحتفل في صمت، لأن في ناس ما عندهاش أمهات وظروفها بتبقى صعبة. أنا بنام معيط، أنا رغم أن أنا كبير بس بنام معيط. كل اللي عنده أمه ربنا يخليها له. أمي يعني هي جنة ربنا على الأرض، وللأسف أنا اتحرمت منها، وربنا يحفظ كل أم عايشة. كنت مفتقداها جدا، وفي كل تفصيلة في اليوم هي ما كانتش معايا، وتجهيزات قبل الفرح ما كانتش معايا، فربنا يرحمها. بتمنى أن أمي تكون معايا عشان أقولها كل سنة وانتو طيبة. الأم نعمة، من غيرها نعمة وانتوه في الحياة. الأم قصة ما تتكتبش بالقلم، الأم قصة تتكتب بالقلم. الكلام موجه ليك أنت وهي وهو، ياللي مش فاهمين معنى الأمومة ومش حاسين معنى الأبوة. بيقولها بمشاعر قوية جدا. الأم فعلا هي قصة لا يمكن أن تكتب بأي قلم، لا هي تكتب بالألم والوجع، يعني لأن كل ما تقعد تستعيد الأيام اللي الأم فيها كانت بتسهر وانت بتذاكر وبتقلق وانت مش موجود، أو انت في الامتحان بتعيش معاك كل المخاطر وكل صعاب الحياة، وبالتالي هي قصة بهجة وقصة وجع، والوجع فيها كمان هو لصناعة المستقبل ولصناعة البهجة ولصناعة الحياة. نشوف كمان الورد، يعني هي تقليدي جدا لكن ما زال مستمرا حتى الآن في الاحتفال بعيد الأم. لا، كل من فقد أمه احتفل بهذا اليوم، استعيد معاها أجمل الذكريات، ادعي لها. واللي أمه ما زالت موجودة ربنا يديها الصحة وطولة العمر، عليه أنه ما يندمش زي حالاتنا يعني، ويقول يا ليتني أعطيتها وقتا أكثر. كل ما تستطيع أنك تستمتع بالوقت مع الأم، لأنك هتندم بعد كده وتقول يا ليتني اديتها وقت أطول ووقت أكثر. الأم، وإحنا بنتكلم عن الأمهات كمان، في ظاهرة كنا ناقشناها معاكم موجودة في الدول الأوروبية وموجودة في العديد من الدول الأجنبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، دائما بياخدوا الأطفال من الآباء والأمهات، وإحنا كنا ناقشناها معاكم هنا قبل كده. إذا ما تعرض الطفل لأي أذى بدني أو نفسي أو في أي ملامح بتدل على حالة إهمال، حتى حالات الإهمال يعني، بياخدوا على طول الأطفال من الأب والأم. شوف، تبقى الأم هي اللي أنشأت أطفالها هذا الشكل، لكن ياخدوها لمجرد أنه في وقائع متعلقة بالإهمال بالضرب. وقلنا كثيرا يعني يا جماعة خلي بالكم، لأن قوانين هذه الدول يعني مشددة جدا في هذه الأمور، وبيعتبر أن الطفل ده ليس ملكا لأهله، ده ملك للإنسانية، لأنه لا يستطيع أن يشكو ولا يستطيع أن يحتج ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتألم يعني. فلما بيشوفوا نماذج فيها اعتداءات بياخدوا الأطفال. كنا ناقشنا القضية دي قبل كده، في أم مصرية جاءت من إيطاليا وكنا عملنا معها قبل كده مداخلة، وهي تستغيث لأن خدوا منها كل أطفالها.
سلط العاشرة مساء العام الماضي الضوء على قضية احتجاز عدد من الأطفال المصريين داخل مؤسسات اجتماعية إيطالية بحجة معاقبة آبائهم لهم على سلوكيات معينة. خدوا منك 4 أطفال إزاي وبأي تهمة؟ بنتي راحت المدرسة قالت للمدرسين إن والدها بيضربها، فراحوا مغضين كل الأطفال التانيين من المدارس. صاحبة هذا الاتصال حرمت من 4 أبناء لها احتجزوا بإيطاليا العام الماضي، ثم احتجزت طفلتها الخامسة ذات 3 سنوات بذات الحجة. احنا ما فيش عندنا واحد من الحكومة يجي ياخد طفل من بين أحضان أمه وبين أحضان أبوه وهم واخدين بالهم منه ومدين لهم كل الرعاية وكل الحماية وكل اللي المفروض ياخده. وعادت السيدة إلى مصر بدون أي من أطفالها مستغيثة بالسلطات المصرية. المدرسة على طول ما صدقت ان بنتك قالت لها كلمتين دولت، راحت متصلة على طول على الخدمة الاجتماعية قالت لي ان جوزك بيضرب بنتك او بيضرب ولادك كلها وانت ما بتعمليش اي حاجة ومش عارفة. قلت لها بعمل يعني اعمل ايه؟ قالت لي لازم تبلغي عنه وتعملي فيه محضر. قلت لها مش لما الاقيه بيعمل حاجة اعمل لها فيه محضر؟ قالت لي لا انت متعاونة مع جوزك. هم خدوا كل الكلام بتاعي ده على ان هو كذب اصلا، لان هم مصدقين كلام الاولاد مش مصدقين كلامنا احنا. وحول نظام التبني وعمل المؤسسات المحتجزة للأطفال بإيطاليا، اتهمت الأم تلك المؤسسات بالتعنت والعمل لصالح الأسر الإيطالية. أنا دلوقتي بقيت متدمرة من غيرها، ما بقيتش قادرة أصلا أعيش من غيرها، ما بقيتش قادرة أحط رجلي على الأرض. احنا عايزين حتى الأم تشوف ولادها، تشوفهم وتطمن عليهم. ما نعرفش بيعمل دول بنات، بنات مصريين مش إيطاليين. الأطفال اللي متاخدين مش عارفين حد يشوفهم ويعملوا لنا أي حاجة، وإحنا مستعدين لأي حاجة. ما تتصوريش قد إيه أنا اشتقت لهم قوي قوي وحرقني من جوه جامد يعني، ونفسهم من عين ويرجعوا بلدهم ويبقوا في وسطنا زي زمان كده. طبعا يا جماعة دي ظاهرة موجودة في عدة دول بياخدوا منهم الأطفال، وبتلاقوا فيه شوف بقى الأم والأب بينشوا الأطفال 4 أطفال بياخدوهم هنا على اعتبار شايفين إن الأم والأب أهملوا ضربوهم. طبعا في أحيانا بيكون في أسباب ليست حقيقية، يعني عندهم إحساس بالتعنت الأم والأب إن تعنتوا معهم عشان ياخدوا الأطفال. تعالوا نشوف ساركوزي رئيس الفرنسي الأسبق بيتم محاكمته الآن، وحتى لسه تم إخلاء سبيله منذ قليل. الاتهامات الموجهة إليه إنه دعم حملته الانتخابية من خلال أموال العقيد الليبي معمر القذافي. وإحنا كان معانا في حلقة سابقة أحمد قذافي الدم ابن عم العقيد الليبي القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وقال بالفعل أنه ليبيا نعم مولت الحملة الانتخابية لساركوزي. شوفوا إزاي قضايا الفساد لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تنتهي يعني. وهنا طبعا تمويل حملات انتخابية بأموال من الخارج تهمة شديدة الخطورة وبيتعاملوا معها بهذا الشكل، يعني تصيب صاحبها بالعار. تعالوا نشوف القصة أولا، خاصة أنه علاقة القذافي بفرنسا تحديدا لو تلاحظوا كانت أكثر الدول اللي حريصة على إسقاط القذافي بقوة السلاح هي فرنسا. وقالوا وقتها أن ساركوزي عنده حتى انتقام شخصي، يعني كان في كلام أنتوا عارفين الزوجة الأولى لساركوزي كانت نجحت في تخليص قضية الممرضات البلغاريات اللي تم حبسهن في ليبيا، لأنه يعني كان في حقن لبعض المرضى أدت إلى إصابة المرضى بالإيدز وبأمراض مختلفة يعني، وهنا تم حبس الممرضات البلغاريات. نجحت الزوجة الأولى للرئيس الفرنسي في تخليص وتحرير الممرضات البلغارية. سواء بقى بعض القصص اللي تم تداولها في كتب مختلفة يعني أن القذافي تحرش بها أو
حدث شيء ما. المهم كان في ثأر شخصي يتعلق بهذه القضية. لكن كمان الأهم من كل ده هو الفلوس. يعني سيبك من كل ده يعني. وأنا كنت سألت فيه حتى أحمد قذافي الدم. لكن الأموال. الأموال اللي دفعت لتمويل حملة مرشح رئاسي في فرنسا. هو كان وزيرا للداخلية. وفي حملته الانتخابية لما ترشح لانتخابات الرئاسة يبدو أن ليبيا مولته بالأموال. وهنا أخلي سبيله. ده كان تاني يوم يحتجز فيه. تعالوا نشوف القصة بالكامل ونشوف بعدها اللي قاله لنا أحمد قذافي الدم فيما يتعلق بهذه الواقعة. أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي احترازيا في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007. وكان رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين الذي لعب دور الوسيط بين النظام الليبي والحزب الجمهوري الفرنسي الذي كان يترأسه ساركوزي أقر بأنه نقل شخصيا 5 ملايين يورو من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين نهاية 2006 وبداية 2007، مضيفا أنه قدم تلك الأموال لكلود غيون الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، ثم لساركوزي نفسه. وكان مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق عبد الله السنوسي أكد صحة ما قال زياد تقي الدين، وذلك خلال استجواب أمام المدعي العام للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في أيلول سبتمبر 2012. وكانت بعض الدفاتر والمعلومات التي تمكن القضاء الفرنسي من استرجاعها بعد مقتل وزير النفط الليبي السابق شكري غانم كشفت عن وجود إيداعات مالية من ليبيا إلى نيكولا ساركوزي. وعثرت الشرطة النمساوية على جثة شكري غانم في نهاية نيسان إبريل 2012 مرمية في نهر الدانوب. فيما أكد بشير صالح الذي كان أحد المقربين من معمر القذافي أن الزعيم الليبي مول حملة ساركوزي. وتعرض بشير صالح إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في شهر فبراير الماضي بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، لكنه نجا من تلك المحاولة. ونحن نتابع هذه القضية تقودنا الذاكرة لكيفية إطلاق سراح 13 ممرضة بلغارية اتهمنا بحقن أكثر من 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز، تلك القضية التي أثارت الرأي العام الليبي قبل أن تنجح زوجة ساركوزي الأولى في إطلاق سراحهم بعد الحكم عليهم بالإعدام، حيث توسطت سيسيليا لدى معمر القذافي ونجحت في إطلاق سراحهم، بل وأخذتهم معها على متن طائرة رئاسية إلى بلغاريا، مما يدلل على مدى التعاون الذي جمع ساركوزي بمعمر القذافي آنذاك. طيب تعالوا نشوف لما سألت السيد أحمد قذافي الدم هل مول القذافي الحملة الانتخابية لساركوزي أم لا، نشوف قال إيه. حضرتك اتهمت الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي والذي ربما يكون رئيس فرنسا القادم، هكذا عاد إلى المشهد السياسي من جديد، اتهمته بأنه القذافي مول حملته الانتخابية وأن القذافي كان يستخدمه للحصول على معلومات ودفع له أموالا. ما هي الأدلة على ذلك أستاذ؟ الرئيس ساركوزي تعرفنا عليه في فترة عندما كان وزير داخلية لفرنسا، وزارنا في ليبيا وأكثر مرة واهتم به الإخوة في أجهزة الأمن، ورأوا أن في هذا الرجل لديه طموح وبالإمكان التعامل معه والتعاون معه في ذلك الوقت وفقا لل وكانت فرنسا تعد للانتخابات القادمة، وكان الرجل لديه طموح، فوجدنا ضالتنا في هذا الرجل الذي كان لديه طموح ولديه استعداد أن وأنا حقيقة لم أحضر هذه، لما كنت طرفا في هذه المواضيع، وإنما سمعت من الأخ معمر شخصيا عندما اجتمع به وهو وزير داخلية في ذلك الوقت. عندما خرج من الاجتماع كان ممنون جدا الأخ معمر، قال هذا الرجل قد يكون مفيد لنا في المستقبل في ونكمل خلال ولايته قيام الولايات المتحدة الأفريقية أو حتى على الأقل الحكومة الأفريقية الواحدة لنقطع الطريق أمام أي تدخلات أجنبية في هذا العمل.
رجل لديه طموح ومستعد، وقال علينا أن ندعمه ماديا وإعلاميا وسياسيا لكي يصل إلى هذا وهذا مكان. وفعلا الرجل تعاون معنا في فترات كثير، يعني تعاون معكم؟ نعم، عندما كان وزير داخلية كان يتعاون معنا مع الناس المسؤولين في الداخلية عندنا وفي الأمن، وعندما أصبح رئيس كان حقيقة متعاونا جدا، وأيضا التزم بكل ما تم الاتفاق عليه، ودعا الأخ معمر لزيارة فرنسا، وقضينا يمكن أطول قرابة الأسبوع في فرنسا، ونصبنا خيمتنا داخل القصر، وذهب الأخ معمر في رحلة الصيد داخل فرنسا في شسمه، واجتمعنا بكل الجالية الإسلامية والعربية في فرنسا حوالي 5000. بس الكلام ده في فرنسا تحديدا ينظر إليه أستاذ أحمد على أنه فساد مالي، يعني يتم تمويل حملة ساركوزي الانتخابية وأنه القذافي كان يمولها، يعني حتى فرنسا تحقق في هذه الوقائع وحققت فيها بالفعل، يعني شوف ده فساد مالي. يؤسفني أن نقول بأن الغرب منافق، نحن ليس ليبيا فقط تدفع، حتى دول الإفريقية تدفع، احنا على ماذا يتحدثون؟ وليس ساركوزي حالة استثنائية، معظم الرؤساء في الغرب يمولون من قبل ال يمولون؟ طبعا طبعا، كل انتخابات عندهم شفافية شديدة، ليس هناك شفافية، كذابين. طبعا كلام في منتهى الخطورة في الوقت ده، يعني احنا طبعا كان الحوار ده اعتقد يعني بقاله سنة ونص او اكثر، يعني او سنتين يعني مش فاكر، لكن دلوقتي الكلام ده يعني يمكن ان يؤخذ كجزء من اي تحقيقات، يعني اعتراف واضح من السيد احمد قذافي الدم بانه فعلا نعم موله حملة ساركوزي الانتخابية، وقدم لهم خدمات سواء وهو وزير الداخلية قبل ما يتقدم لانتخابات الرئاسة أو بعد ذلك وهو رئيس لفرنسا، يعني فشوفوا ازاي تصنع العلاقات، يعني وشوفوا ازاي فجأة يتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم، وتكون فرنسا ساركوزية الأكثر دموية وحرصا على مش بس الإطاحة بالقذافي بل على قتله أيضا، يعني علامات استفهام كثيرة. لكن ساركوزي يخضع للتحقيق الآن، وتم إخلاء سبيله بعد احتجازه لمدة يومين بسبب أموال القذافي. هنطلع فاصل ونكمل معكم. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي والدم، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي والدم. في عيد الأم يعني اخترنا أجمل وأحن وأعظم أم، لأنها أم الحياة في الأعمال الفنية وأم في الواقع أيضا، هتلاقيها بتجمع ما بين حكمة الحياة ودفء المشاعر واحترام نفسها دائما. عن الفنانة الكبيرة مديحة يسري أتحدث. يا مدام مديحة أهلا بيكي. وحشتيني وحشتيني قوي قوي. وانت كمان والله، وانا قلت اقول لك كل سنة وانت طيبة على الهواء. كل سنة وانت طيب واهلك من السيدات كلهم طيبين. كل سنة وانت طيبة، وطمنين على صحتك اولا وطمنين المشاهدين. النهاردة بس والله يا وائل عملت فتحة كده في كتفي عملوها لي عشان يدوني منها البحالين، لان الشرايين بتاعتي اتقفل خالص، مش عارفين يدوني اي حاجة منها. ان شاء الله هبقى كويسة واطمنك، ولما هشوفك هبقى احسن ان شاء الله. ده انا اللي يسعدني وبحظى دايما بهذا الشرف، وان شاء الله تقوم لنا بالسلام. مدام مديحة، انا عايز اسالك، اليوم ده مهم بالنسبه لك، هو يوم رمزي جدا، الاحتفال بعيد الام. طبعا طبعا، ده يوم عالمي. الام ديت هي ام للاسره كلها وللعيله كلها.
الام دي اهم حاجه، اهم حاجه. وانا برضو كل ام حاسه في هذا الجيل انها تهتم باولادها لانها ام، والام هي اللي بتطلع اولادها مستوى عالي جدا، ثقافه يعني كل حاجه، كل حاجه. الام دي بتعمل كل حاجه، هي ربه الاسره. طبعا لازم تبقى الام قويه وعندها الاراده انها تشوف ولادها تشوف زوجها، يعني لازم لازم. يعني انا الجيل بتاعي كله هنا يا وائل كله كده، بس ما اعرفش الجيل ده يعني بفرجاه انه يرجع للجيل بتاعنا، نشوف افلامنا ونشوف القيم اللي كانت في الافلام من الثقافه ومن عطاء، يعني كل فيلم كان له هدف معين. انت ممكن تتذكري اهم مشهد امومه ليكي في السينما المصريه؟ يعني في دور معين او مشهد معين يعبر عن الامومه ما بتنساهوش ابدا؟ فيلم الخطايا مع عبد الحليم وحسن يوسف وعبد وعماد حمدي، وكل افلام بقى وفاء، وفاء للابد، كتير قوي مش حاضر اقول لي 80 90 فيلم. طبعا وكل مشهد بتعتز بيه جدا يعني. طبعا 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 كل مشهد وكل فيلم يعني يعني حاجه عزيزه جدا بالنسبه لي، وكله محتفظه بيه هنا في اسطوانات، يعني ده اجمل حاجه يعني تاريخ الواحد ده. الحمد لله الحمد لله. انا مش هورجي، بس عايز اسالك سؤال. يعني احنا اتعلمنا منك كمان الصمود في وجه المحن. انا لسه بقول بعض الذين فقدوا امهاتهم بيزعلوا شويه في هذا اليوم، لكن انا بقول لهم احتفلوا في هذا اليوم واستعيد الذكريات الجميله مع والدتك. يعني انت يعني انا اسف حدوث على المواجع، يعني مع انك يعني لا صحمة. فقدت لا ابنك بالله. الجميل عمرو، لكن بحس دايما انه بيعيش جواكي، واحس دايما انك انت حتى يعني مهما كانت الالام لكن بتستمتعي بذكراه دايما. يعني طبعا بطل الكاراتيه العالمي، بستمتع بيه وباخلاقه، وبعدين يعني سيدنا وشيخنا ودكتورنا الدكتور علي جمعه قال لي عمرو مستنيتي على باب الجنه، لانه اتاخد حاسه وهو سايق العربيه. انا بحمد ربنا وحصاه حصه صورته على اول حاجه بشوفها، باخد صورته وهو ماسك الكيس الجايزه اللي واخدها من المانيا، كان بصل كاراتيه، بشوفها على الموبايل، حصاه على الموبايل قدام، واقول له واكلمه واقرا له الفاتحه، يعني كانه معايا كانه معايا يعني. ودي دي اراده ربنا يعني، وكلنا لها يعني. انا انسانه مؤمنه وعندي قوه اراده وقوه ايمان، وبقالي سنتين تعبانه وعيانه وراقده في سرير صغير زي انت ما شفته، وبقول الحمد لله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا الحمد لله. وانا الحقيقه يعني انا بقول ده ليه؟ لان مهم جدا الناس تسمع ده، كيف تخرج من المحن، يعني ما تعيش فيها، لان كمان لما بيسمعوكي بتديلهم هذه النصائح مهم جدا يعني. الحمد لله الحمد لله، يعني كلنا هنروح وكلنا هنروح وكلنا هنروح، فما فيش داعي ابدا ان اي حد راح مننا. طب ما احنا هنحصله، يعني مش هو بس اللي هيروح مننا، لا كلنا هنحصله. فلازم نكون يعني متفائلين بحياتنا اللي احنا فيها وبصحتنا، هو ده اهم حاجه ان شاء الله. انا عايزك كمان عشان احنا داخلين على انتخابات، لو عايزه توجهي رساله للناس يعني
كأم بالتأكيد عندها كمان حالة الخوف على الوطن والحرص على ان احنا نستمر الى الامام دايما يعني. طبعا وانا طلبت من النقيب بتاعنا اشرف زكي قلت له ازاي المريض اللي في المستشفى يقدر يدي صوته، انا عايزه ادي صوته صوتي، فان شاء الله هقدر انزل ان شاء الله بكرسي بعجل عشان ادي صوتي ان شاء الله. انا هاجي اخدك يوم الانتخابات ان شاء الله وتحققي يعني هذه الأمنية، لأن أعتقد أن كل مصري سيكون حريصا على ذلك يعني. طبعا على طول على طول الحمد لله، وأنا سعيدة قوي أن أنا سمعت صوتك يا ابني. الله يخليك يا حبيبتي، مسيحة مدام مديحة. كل معاني الأمومة هتلاقوها في مديحة يسري مع حفظ الألقاب، زي ما بقول لكم يعني خلاصة وحكمة الحياة، دفء المشاعر، صلابة الحياة، كمان القيم التضحية والوفاء والإخلاص، احترام النفس والذات يعني. وعشان كده اخترناها نموذجا للحديث عن الأم. في كمان نموذج تاني بقعد أسأل أهم أبطال عام 2018 عهد التميمي، الحقيقة يعني هي رمز للفخر، واللي ربما يعني زي ما بقول لكم يعني تضع وساما أو نضع وساما على عنقها وعنق أسرتها، لأن عهد التميمي تحديدا يعني هنا لم تكن تدافع عن نفسها ولا عن عائلتها، ولكن كانت تدافع عن الشرف العربي في مواجهة جنود احتلال تعاملت معهم بإباء وشموخ وصلابة، وظلت نموذجا للبطولة الناصعة يعني. بالتأكيد حتى أهلها وإحنا في عيد الأم عندهم هي المشاعر لا تتوقف يعني. وبالتأكيد كمان النهاردة هنسأل عن الحكم على عهد التميمي بالسجن لمدة 8 أشهر، طبيعة وملابسات هذا الحكم هو ايه مع والدها الاستاذ باسم التميمي. يا استاذ باسم اهلا بيك. اهلا بيك ومساء الخير لك ولكل المستمعين، وكل عام وكل ام حرة وفرحة بما انجبت وبما صنعت لغدها ومستقبلها من ابناء يحفظون العهد ويكملون الرسالة إن شاء الله. أنا قبل ما أسأل حضرتك هنا، الحكم على عهد التميمي بالسجن 8 أشهر، كيف صدر الحكم وكيف جاء الحكم بهذا الشكل؟ يعني عهد لم تحكم لوحدها، وإنما كان الحكم هو لها ولأمها التي تشاركها الزنزانة لتكون في يوم الأم. هذه هدية الاحتلال لنا كشعب فلسطيني، هو إما أن يضعنا في السجن أو يضعنا في العقاب، ولهذا يعني تأتي هاي القضية في هاي اللحظة. يعني الحكم على عهد ووالدتها بالسجن 8 أشهر وهي معاها في الزنزانة الآن يعني. صحيح. طب يعني ده الحقيقة يا جماعة يعني أهم مشهد أمومة لا يعبر فقط عن التضحية في الحياة، ده حتى في الزنازين وحتى في السجون وحتى في مواجهة الاحتلال. أستاذ باز قول لي هنا الحكم بهذا الشكل يعني، هل قالوا حيثيات معينة؟ يعني مهما كانت الحيثيات لا تعنينا، لكن حق المشاهد في المعرفة يعني حيثياتهم في ده ايه؟ يعني تم الحكم على عهد وامها ب8 شهور فعلي، و8 شهور لعهد مع وقف التنفيذ، و5 شهور لوالدتها، و5000 شيكل و6000 شيكل لعهد وأمها على التوالي. وكانت حيثيات المحكمة بعد مداولات تم إسقاط كل التهم المتعلقة خارج إطار الفيديو الذي تم تصويره وكانت أحد تصبع فيه الجندي. ولهذا السبب يعني تم بعد مداولات وحديث من القاضي للضغط علينا ليكون هذا هو العقاب الذي يفرضه الاحتلال علينا.
هنا انا شايف في يعني صحيفه اسرائيليه كاتبه انه تم التوصل الى هذا الحكم بصفقه مع النيابه العسكريه الاسرائيليه. يعني ايه صفقه؟ هذا هو نظام المحاكم الاسرائيليه يا صديقي، هو هذا هو الشكل المتبع في كل المحاكم الاسرائيليه. وهذا هو الاجراء العادي والطبيعي الذي تتم فيه المحاكمات للفلسطينيين، حيث يتم الحكم بناء على هذا الشكل من اشكال الحكم بالاتفاق الذي يعني يقر القاضي في المحكمه بعد التوصل الى تسويه ما بين الدفاع والنيابه، وهو هذا العرف المتعارف عليه على مدار تاريخ الاحتلال في محاكمه ضد الفلسطينيين. طيب في كل الاحوال تظل عهد وامها يعني رمزين للحرية، وبالتالي هنا المشهد حتى الحقيقة يعني يودي في النهاية إلى أنك أنت أمام رموز للحرية في مواجهة القمع الصهيوني. الحقيقة لا يتوقف يعني. لو عاوز تقول كلمة يا أستاذ باسل لعهد ووالدتها وهما داخل الزنزانة الآن تقول لهم إيه؟ فكلهم يعني كل عام ونحن أحرار، كل عام وأنتم رمز الانتصار على عنجهية هذا الاحتلال وفاشيته، كل عام وأنتم يعني رسالة الأمة العربية ورسالة شعبكم ورسالتكم في كل مكان ورسالة أحرار العالم التي بصفعة عهد كانت ترد الاعتبار والكرامة لكل من يرفض الاحتلال والاستعمار كقيمة ومعنى، لأننا نرفض الاستعمار ونرفض الاحتلال ونرفض السيطرة، ولهذا سيكون ردنا هو الرد الوحيد والأوحد أمام هذا الاحتلال هو المقاومة التي ستنتصر قريبا إن شاء الله، وستعود فلسطين إلى عهدها حاضرة للسلام والعدالة والإنسانية بشكل كامل إن شاء الله. بشكر حضرتك. الحرية تنتصر دائما في النهاية. عهد التميمي ستظل نموذجا. شوف انت عاوز تخيل بقى يعني عهد وامها زي ما قال الاب منذ قليل داخل زنزانه واحده واحنا بنحتفل بعيد الام وبيوم الام، فالحقيقه يعني مشهد يختزل ويختصر الكثير من المعاني اللي فيها تضحيه، لان الحقيقه هم ضحوا من اجل الكرامه العربيه يعني. أعتقد أن قضية عهد التميمي تستحق يعني تسليطا من الضوء، وتستحق تحركا سياسيا ودبلوماسيا، مش لإنقاذها، لأن الحقيقة السجين في هذه الحالة هو السجان يعني يسجن كل من سجنوه، هي رمز للحرية، لكن على الأقل لفتح الصهيونية أكثر مما هي مفضوحة يعني، ولتسليط الضوء على هذه القضية تحديدا اللي يبدو انه حتى الاهتمام بها قل، لكن لا يجب ان احنا نهتم بقضية عهد التميمي اكثر من ذلك. هطلع فاصل، وبعد الفاصل شوية يعني هنطلع من السياسة بأزماتها ومشاكلها. المطربة والفنانة اللبنانية رولا سعد هتبقى معانا، وهنتكلم معاها في محطات مختلفة عن الحياة وعن الفن. بعيدا عن السياسة بأزماتها بمشاكلها بتعقيداتها، تعالوا نتكلم عن الفن والحب والحياة وأيضا المحطات الإنسانية مع المطربة والفنانة اللبنانية رولا سعد. رولا أهلا بيكي. ميرسي. أهلا فيك. أهلا بيكي. ميرسي. عايز أبدأ معاك شوية ببعض المحطات في حياتك. لما بشوف كده بلاقي إن احيانا الانسان في محطات الالم شويه او المحطات اللي فيها محن بييأس ويحبط ويتوقف، واحيانا بيقاوم وبيستمر. لما بشوف كده او اسمع انه يعني ربما البدايات العائليه والاسريه عندك فيها كل هذه المحن وكل هذه الالام، انت اولا
عشتي في دار ايتام مش كده؟ مظبوط. ازاي؟ شوف اكيد كل واحد منا عنده مشاكل، كل واحد عنده ظروف، الانسان هو بشطارته كيف لازم يقدر يطلع منها. نحن هالحياة رح نعيشها، ليش بدنا نعيشها دايما بالألم بالوجع؟ ليش ما بنخلي الوجع يعطينا سعادة؟ وهذا اللي عم جرب أعمله أنا بحياتي، لأنه بالنهاية مش أنا وحدي اللي عشت هالظروف، يمكن لأنه أنا مسلط علي الضوء، الناس بتحكي بقصتي، بس الإيمان شغلة كتير مهمة، المحبة شغلة كمان كتير مهمة، هني بخلوك تستمر بالحياة بالرغم من الصعوبات، إن كنت لما كنت طفل، لما أكبر، بكل الظروف. طبعاً أصلاً احنا بنهتم بهذه القضية هنا ليه؟ لأن من المهم جداً إدماج الأطفال اللي لازم بلهم في الظروف اللي عاشوها في المجتمع يعني. مزبوط. فأنت عشتي كطفلة في دور أيتام، قعدت لغاية كم سنة؟ قعدت للعمر تقريباً 17 سنة. 17 سنة. هنا يمكن ان انت بالتاكيد معاناه هذه الايام ما بتنسيهاش. شوفي اكيد المعاناه بلشت من هون. هلا صراحه انا صار لي فتره ما كنت حابه ابدا احكي بهذا الموضوع، بس رح احكي لشغلي وحده، انه صار في كثير استهتار، صار في كثير اهمال من الاهل لاولادهم. لازم شوي يكون في مسؤوليه، لازم يكون شوي يكون في تضحية من الأهل كمان من الأولاد لأهلهم. لا شك أنه أكيد ظروفي كانت كتير بشعة ومش حلوة. مثل ما قلت لك، هو الإيمان شغلة كتير مهمة، هو سلاح الوحيد اللي بيقدر الواحد يقدر يستمر بهذه السنة، وخاصة كل ما تكبر وتتفاجأ بإشياء جديدة بحياتك أو مشاكل بحياتك أو ظروف بشعة بحياتك، ما في شيء بيقدر يخليك يكون عندك رجاء وعن جد أنه تقدر تستمر إلا أنك تآمن بحكم الله بوجوده بحياتك. طيب مهم جدا كمان، وأنا بتكلم معك إحنا لسه هنغني وهنتكلم عن محطات النجاح يعني. بس أنا ليه هنا؟ لأنه مهم أن الناس تستفيد من هذه المحطات الإنسانية. ليه؟ في بيعيشها أطفال عاشوها زيك، وحتى الآن لم يتم إدماجهم في المجتمع. إدماجهم يعني إيه؟ يعني انه ممكن يحقق طموحاته واحلامه، لا يظل ملاحقا دائما بظروفه التي لا ذنب له فيها. يعني بتعرفي المشكله انه ما في توعيه، ما في، يعني نحن واحد بيكون عنده مصيبه المجتمع بحسسه بهالمصيبه، وهذا اكبر غلط، لانه اذا واحد يتيم او واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه او شو ما كان، لازم نعطيه الحق انه يعيش ونحسسه انه الحياه بعد انه طبيعيه. اوكي عنده ظروف بشعه لازم يتاقلم فيها ولازم يقوى عليها. تطلع باهم ناس معروفين بالعالم عايشوا معاناه، عايشوا صعوبات، ما وصلوا دغري. فالصعوبات نحن لازم نحولها انه نقدر نكون شيء له عازي بالمجتمع. طبعا ان ازاي يعني ننتقل من الصعوبات والمتاعب ده الى انك تحققي احلامك. طب وانت في 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 دور الايتام هنا، طفله بيتشكل وعيها، لما قلت انا عايز ادخل على الحياه، دخلت عليها بطموحات ولا كان عندك مشاكل هذه السنوات بتعقيداتها بالامها؟ ليك بدي اقول لك شغله، هو هالمشاكل بتضل بحياتنا بكثير مراحل بحياتنا، بتلاقيك غصيت او رجعت شوي فلاش باك لورا. يعني ما بعرف، يعني كل شيء ممكن انا امرق فيه من اشياء حلوه ربنا اعطاني اياها بضل عندي نخصة، لانه الاساس هو كان مهزهز، الاساس ما كان صلب، يلي هو فقدان العائله وفقدان انك تعيش طفل مثلك مثل غيرك، ويكون عندك حق بانك تعيش وتاكل وتشرب وتلبس مثلك مثل اي طفل. لكن نشكر الله قدرت اتخطى هذا الشيء، بس اكيد بضل في شيء، يعني واحد بضل يتاثر فيه. مشان هيك الواحد لازم يقدر يجرب يطلع من هيدا الشيء، يمكن بمساعدة غيره، يمكن بالاشياء، يتفرج بالاشياء الحلوة اللي ربنا عطانا اياها. كل واحد عنده يطلع ايدي واجري وعيوني، كل انا صحتي منيحة، لازم هيدا الشيء اشكر الله عليه. طيب انا عشان بس هنتنقل شوية بين المحطات، خلينا بقى نغني ساعات ساعات عشان نتكلم كمان عن علاقتك تحديدا مع صباح. أوكي. وجاي ساعات ساعات فيها الكثير من المعاني اللي انت بتقوليها دلوقتي. مظبوط. يلا.
عايز ابدا بالكلام عن صباح، بس اسمع يعني ربما سلطت الاضواء عليك بشكل اكثر من مديح صباح فيك كمان، يعني نشوف صباح ازاي كان بيتكلم عنه. ليلى بكى فيها القمر والفيديوهات مع رولا حبيبه قلبي. نعم، شوف في غنيه اسمها الله يوفقك ما تقطشني، بحبك كثير. لا اتفضلي. بحب رولا كثير، لو تشوف اخلاقها، لو تشوف ليه؟ شو وقفت حدي حد بنتي، وبعدين بتغني ديركت، غنت بالشام ديركت، كله كثير. ليه بتحبيها رولا؟ عندها اخلاق وعنده صوت جاهلي، عرفت كيف؟ ما في تنشيز، وبعد لقدام بدها تصير احلى واحلى. هنا بقى بداية معرفتك بصباح واقعيا، بالشكل اللي فيه المعرفة الشخصية، يعني بدأت امتى؟ من اول ما عملنا يانا قبل بشي 3 اسابيع. كنت اوريدي انا عامله غنيه يانا ومسجلتها، فانا من الناس اللي تتعرفوا انه التهذيب ساعات له منافع، فرحت استاذنها لانه قلت لوجيك انه صاحبة هالغنية بعدها موجودة، مع العلم انه انا فيني اخذها من الساسام من دون ما ارجع لها، لانه الحقوق للساسام. فرحت وتعرفت عليها وصرنا نضحك ونمزح، وقلنا بالصدفة يعني انه شو رأيك نعملها ديو؟ قالت الفكرة كتير حلوة، بس ما كنت مخططة، ولكن هيك صدفة يعني، وهيك صار. يعني بدأت العلاقة بالغنية، حنسمعها دلوقتي يعني. بس هنا ظلت العلاقة وطيدة مع صباح حتى أيامها الأخيرة يعني. أكيد أكيد. لو سألتك صباح تحديدا يعني، هل في إحساس شوية أن البعض ربما تخلى عنها في سنواتها الأخيرة أو في أيامها الأخيرة؟ ليك، كل واحد منا، في ناس، في مجموعة من الناس بتخجله، موجودين هيدول الناس بحياتنا، مش هناك أكيد، خاصة أنه إنسانة مثل صباح أسطورة، عندها جمهور كتير كبير، ساعدت كتير عالم، عطت كتير من ذاتها للوطن وللعالم العربي ولولاد بلدها ولكل الناس. فأكيد أنه أنا برأيي أكيد في كتير ناس خزلوها، وللأسف أنه خزلوها، بس هي كانت أذكى من هيك، وآخر فترة من حياتها كانت عايشة بسلام لا يوصف. سلام يعني. ما عندهاش، حتى الذين خزلوها ما عندهاش احساس سلبي ضدهم، ما عندها احساس سلبي تجاه حدا، بس بينه وبين نفسها يمكن هي صباح حدا جبير، حدا ما حتى لو هو موجوع ما بيقول اني انا موجوعه، طول عمرها كانت تمثل القوه لكل امراه، كانت تبقى مجروحه ومتضايقه وتطلع تضحك وكانه ما في شيء، فمشان هيك هي مصدر القوه بالنسبه لإلي. ايه، كان في اوقات كثير تكون عم تعيش قصه او شيء معين بحياتها زعجها، وكان دايما تتبسم وما تخلي حدا ابدا يعرف، فاكيد هي من جوا، لانه انساني يعني كلها احساس، كلها محبه، اللي ما بيعرفها عن كسب ما عرف شيء، فمشان هيك اكيد من جوا اكيد مخزوله، واكيد من جوا هي حدا بيزعل لانه عطيت كثير واخذت القليل. عايز اسالك كمان، لان كان في بعض الاخبار المتداوله عن اختفاء هويده بنتها، وكمان كان في تحليلات مختلفه لعلاقتها الغريبه شويه مع هويده، يعني طبعا تحبها يعني حبا شديدا يعني، لكن يبدو انه في بعض المشاكل، هل عشتي ده؟ شوف، هي ولا مره ما كانت تحب لهويده، وهويده كمان بتحب امها، بس هي هويده قررت تعيش بامريكا، وأما كانت فنانة كتير كبيرة والعالم العربي كله بحبها، فيمكن هيدا الشيء اللي خلى يكون في شوي بعد، بس بالعمر لا، ولا مرة تخانقوا، ولا مرة رفضوا بعضهم، دايما يحبوا بعضهم، كان همه وهدفها الوحيد هو إسعاد بنتها هويدا، فأكيد كل واحد منا بيعيش بشوية مشاكل مع أهله، مع أخبار، إذا كان في من مشاكل، مشان هيك أنه علاقة هويدا بالشحرورة علاقة عادية بين كل ام وبنتها. هلا في ناس اكيد بتعرف الاقلام الصفراء، انا بعتبرها في دائما ببهروا الاشياء بيحكوا، ويمكن يكون فيها شيء من المنطق، بس ما بتبقى 100% مزبوطه. يعني هل كان صباح بتتاسى شويه مما يكتب احيانا عن هويده
في بعض الامور في الخارج يعني سواء هي حديث عن ادمان او عن شوف هي دايما اكيد بالنهايه الفنان هو انسان قد ما يكون قوي قد ما يكون جبير اكيد بيزعل انه كل الاشياء والمحبه اللي عم تعطيها مش بس كفن صباح ساعدت عالم كتير فتحت مدارس مشت برامج حملت اسم لبنان بطريقه كتير سبيسيال وكتير حلوه يعني انا بعرف ناس كتير هي علمتهم انا بعرف كتير محلات انفتحت لانه صباح بعرف كتير ناس لبسوا ثيابها بليله عرسهم لما كان عنده نفساتين كانت حدا كريم كتير فاكيد بتزعل انه لما الواحد ما كلنا معرضين للغلط وكلنا معرضين للمشاكل بحياتنا ليه دايما بدها تاخذ الاشياء بطريقه بشعه ليش ما من ليه ما بنحس فيها طب ما هي عطيتنا كتير نحن شو عطيناها انه عن جد بس هي كانت حدا كتير قوي مشان هيك ما كانت كتير تهتم بالهيدا حتى انا كنت دايما كتير اشكيلها انه ليك فلان شو عم بيقول ليك فلان شو عم بيقول دايما كانت هي تقلي كوني قويه وما تزعلي وخلص كل ما عم يحكوا عنك كل ما عم تعلي زعلي النهار اللي ما بيحكوا عنك فعشان كانت دايما تاخذ الاشياء بطريقه بوزيتيف عشان هيك انه انا بحس انه مثلا انه ما بقدر يعني ما احكي عن صباح بطريقه حلوه لانه هذا اللي شفته ده اللي انت شفتيه اللي انت عايشتيه طيب عاش او غلبانه بقى وبعدين بدنا نسمع اغاني ليكي انت بس طبعا يعني لا هلا بدنا قبل بدنا نسمع منك انت غنيه لا بلا أنا طبعا لا انا مش بقى انا بس هلا عيد الام انا بس هلا مش عيد الام ده انا لسه اسالك في عيد الام لان انت عندك حاله خاصه متعلقه بالام يعني بس انا مش هغني الا ما انت تغني لا انا ما انا اسال بس وانا اسمع والاغاني عندي ممكن تنفر المشاهد يعني لا ممكن المشاهد يقفل ويمشي خلينا محافظين على المشاهد يعني لا مش هغني انا هلا لا انا عشان اغني ده محتاج الحقيقه عمليات وتظبيطات صوت وحتى الصوت ممكن دلوقتي الناس لم يعد شرطا يبقى صوتك حلو عشان تغني خلاص اي حد بيغني يعني بس عم يطلع اصوات كتير حلوه بس كمان في اصوات ما قال عازي عم بتغني ما بقاش في يعني لم يعد شرطا يبقى صوتك حلو عشان تغني في مزبوط. ناس بتغني وخلاص مزبوط. يعني مزبوط فعشان كده مش هنغني هلا بعد شوي طيب خلينا اسالك عن الام يعني بيبقى مؤسف جدا البعض احيانا يقول معقوله انه تصل العلاقه بين الام وبنتها الى هذا الحد يعني عندك شويه احساس بالالم باتجاه والدتك ليه شوف هو مش اتجاه بالالم قبل كنت ايه انوجع لهالقصه بس هلا تاقلمت معه وعشت معه كيف واحد بيبقى مريض بتاقلم مع مرضه انا تاقلمت بالقصه بالعكس انا بحترم امي وبحترم رغبتها بعدم ان نكون معه وبحترم عدم محبتها لالنا مثل ما هو لازم بس في ام ممكن لا تحب ابنائها في معقول في كتير ناس انانيين شو هي الام معلش انا اسمح لي انا اقول لك شو هي الام اما كيف كانت تعاملك الام هي قمه العطاء والضحيه طب انت شو بتتذكر من امك كل شيء حتى الهوى يعني طيب. شو احلى موقف ما بتنساه مع امك كل المواقف اللي فيها لا في موقف مثلا ولا ممكن تنساه بحياتك اما هتلاقي المواقف المتعلقه بالتعب والسهر والخوف انه يمس ابنها يعني خدش مش خطر بقى لا خدش بسيط يعني انت بتحب امك طبعا قد ايه عطيتك كتير عطاء يعني ربما لها الفضل عليا فيما انا فيه انت عندك سبب تقدر تحب امك انا ما عشت شيء من هيدول اللي عم بتقولهم مع امي طب ليه المجتمع دايما بده ايانا ننافقه ليه المجتمع دايما بدنا نقول انه انا فيني اطلع بطله واحكي كلمتين وحبب الجمهور فيه وامشي بس ليه ما بدي يكون انا رساله لكل ام ما بتعرف خطوره الدوره صايرين بولده وبكبه هيدا مش منطق شو هي الام ما شو هي الام الام هي اللي بتدور على ابنها اكيد الابن واجب عليه يحترم امه بس اذا امك ما بدها اياك طب اذا امك ما مش حطتك بقاموس حياتها شو بالقوه اذا امك ما بتحبك شو هو الحب
بيقولوا لي طب انه معقول امك ما تحبك؟ طب اوكي شو هو الحب اذا انا بسكن عنا دقيقتين بالسياره؟ ولا يوم دقت بابها ولا يوم سالت عني. طب انه ليه الواحد، ليه نحن بمجتمع للاسف الشديد بحب النفاق؟ اكيد فرموني وما خلوا ولا كلمه علي، واخر همي بالنهايه انا تجيها الله، انا بعرف ايش بيتي شو عملت وشو عملت وشو رح اعمل وشو فيني اعمل، لا انا بعرف انا مهم ربنا يكون هو راضي على اللي انا عم بعمله، ما بيهمني حكي الناس. عشت كثير بمراحل من حياتي بهمني ارضاء العالم، وبالنهايه مرضيت في كثير عالم مرضيتهم. هلا صرت بفكر بقناعه نفسي اني انا عن جد ما اذي حدا، ربنا هو بيعرف مزبوط شو هي القصه، وربنا بيعرف هو كثير منيح وكثير مبسوط مني على الاشياء اللي انا عملتها تجاه امي. ما قلي بالفضل، لانه نحن من اهم الوصايا عنا اكرم اباك وامك، بس اذا امك رفضتك شو بتعمل؟ ممكن تحاولي. مين قال لك ما حاولت؟ مين قال لك ما حاولت كثير؟ طب اذا انت بتروح عند امك مثلا بتحكي معها بتحسك انه، طب انت مثلا عن سنين ما شفت امك، اول لقاء لك شو بيكون؟ مش بتغمرك وبتبوسك؟ اه طبعا اللقاء يعني لا يتخيله احد، يعني في فيضان من المشاعر. ما في شيء، ما في شيء من هيدول. عموما انا ما بقى بدي احكي عنها، مشان انا ما بقصد التجريح فيها، بس انا بقول لكل ام وعوه وعرفوا قيمة دوركم بهالمجتمع. انتو بتخلوا يطلع من عندكم اولاد مرتبة، اولاد مدمنة، اولاد مدمرة. انا بشكر الله وبشكر العذراء باللي انا فيه، لانه هي كانت الام الوحيدة بحياتي، ومشان هيك الى فضل كتير كبير علي، لانه لولا تعليمها والرجاء اللي كنت حسه تجاهها انا كنت انساني هلأ مدمرة. لانه الحياة الظروف، مش بس انه الواحد يعيش يتيم، الحياة انه كيف بيتعامل المجتمع مع هيدا اليتيم، والحياة انه كيف 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 بتقدر تستمر بهالحياة دون ما عندك جوانح بتطير فيها او 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 اي عكازة تنسند عليها. مشان هيك يا جماعة وعوا، الام شغلة كتير مهمة، كتير مهمة. يعني مثلا انا بس لما ابن اختي بيكون حرارته 40 وامه راكعة تحت اجريه، بقول انا وقت السخان شو كان عم بيصير فيي؟ مع مين؟ مع كم ولد انا مشلوحه؟ طب ليه هيدول، ليه دائما المجتمع بده يعاقبنا نحن لانه صريحين؟ ليش؟ اه انت عندك انه الناس يعني بتنتقدك يعني للحديث عن الام اكيد عن اخر هم بهذا الشكل. اخر همي كل ام بكل معنى الكلمه ام بتعرف انا شو عم بحكي، وكل ام عبالها تعمل اللي عملته أمي رح تكون كتير مبسوطة ومتضايقة من كلامي، بالأحرى مش مبسوطة، رح تكون كتير متضايقة من كلامي. بس أنا طالما بيوصل صوتي حتى لو اثنين ثلاثة، لو بس اللي معي باستوديو إنه يعرفوا كيف يهتموا بولادهم، it's more than enough بالنسبة لإلي. آه بس طبعا عشان يبقى إحنا بنتكلم عن حالة استثنائية، لأن أنا لسه بقول الأم فيها كل قيم العطاء والتضحية، يعني هي اللي ممكن تموت إذا مس ابنها خدشية. فاحنا بنتكلم عن حالات استثنائية، وبعدين كمان ربما البعض يقول يعني لا نعلم ما تخفيه جدران البيوت. مشان هيك مشان هيك جايز تكون هي محقة وانت ما شو محقة؟ بنت عمرها 3 سنين تركتها وصبي مقعد وثلاث بنات، شو بشو محقة؟ ما قالش بشو، بشو محقة تترك 3 4 أولاد وتفل بشو؟ طب ما قالش شو المنطق؟ طب كبرنا كان عندها ظروف، كبرنا ويني هلا؟ ويني ما بتجرب دق بابنا مثلا؟ نحن دقينا 100 مره حتى بعد شو رايك نسكر حتى الموضوع حتى بعد السنوات؟ طيب خلينا ندخل، احنا هنطلع فاصل بس عشان نبقى في، يعني ما فيش شك ان احنا واحنا بنتكلم عن بعض المحطات الانسانيه، بس كمان عشان الناس ما تاخدش ده طبعا يا جماعه، قيم العطاء كلها موجوده في الام، لكن في حالات استثنائيه. احنا كنا لسه بنتكلم عن يعني احيانا في العلاقات اللي فيها بعض الامراض والازمات اللي لا يمكن يتخيلها احد. يعني هنا في يعني ابتديت ازاي تدخلي، يعني خلاص انت مش حن، يعني في محن وفي ازمات، اما انها تعمل سواد في الداخل ويبقى عندك حاله من السواد والاحباط والياس، او انها تدي عزيمة في انه لابد ان احقق ذاتي. يعني لا اكيد اكيد في عزيمة، لانه في كتير ناس ربيوا بلا اهل، ولك وين صاروا؟
وانا بالنسبه لالي قلت لك ورح ضل اقول انه العذراء لعبت دور كثير مهم بحياتي. ازاي وجودها بحياتي شغله كثير مهمه، كنت احس فيها تعاليمها محبتها. العذراء ام عظيمه موجوده بكل الديانات وبكل العذراء ام اي حدا ما عنده ام، انا بقول لكم التجوا للعذراء اسالوها واطلبوها بتلاقوها. فمشان هيك هيدا الشيء هيدا السواد اللي عم تحكي عنه طلع من ورا هالشيء، وطلع من ورا محبه اخواتي ولا نحن مع بعضنا. المحبه شغله كثير حلوه، المحبه الحب هو بيعالج كثير اشياء، خاصه الناس المدمره او عندها مشاكل او عندها وجع او عندها مرض. مثل الحب ما في علاج، بس الحب الصادق الحب هو العلاج. طيب خلونا نطلع فاصل بس نشوف يانا ونطلع منها على فاصل. الاغنيه مع صباح وكانت من الاغاني اللي حققت نجاحا كبيرا. مع صباح، كيف يمكن أن تعيش حتى اللحظات الأخيرة وتستمتع بالحياة وتواصل الحياة؟ رولا سعد، أنت كمان انتقدت الناس اللي عملوا وجهوا انتقادات لطقوس جنازة صباح، يعني أن كان فيها مزيكا وطبل وعزف. يعني لا، أنا ما انتقدت، بالعكس. هيدا نحن عنا فيك تقول عادات، لأنه نحن بنعتبر أن الموت حق، واللي بيموت بيكون. لا، انت واجهت انتقادات لمن انتقدوا ذلك، يعني ده اللي انا اقصده. يعني لا، انا ما عملت اي انتقاد لحدا. انا بالعكس سالوني اذا هيدا الشيء منطقي انه حدا توفى بتعملوا هيك، لانه نحن بنعتبر انه الموت حق. نحن بهالدنيا مجرد زياره، نحن الحياه هي بتكون بالدنيا الثانيه، فمشان هيك. وبعدين لما بيكون حدا فنان، هي وصيتها، هي بتحب الفن، وهي عطيت السعاده والفرح للكل. هلا يوجولي نحن الشاب بينعمل له جنازه فرح وكانه عريس، وال يعني كمان البنت. بس صباح كانت سبيسيال لانه هي ارزه من ارزات لبنان، وهي حدا كثير نحن بنحبه، وهي عطيت الفرح والسعاده بقلوبنا، فنحن كمان طلعناها بالعرس اللي هي بتحب تطلع فيه. طيب، وانا لقيتك موجهه شكر ايضا لطبيب تجميل. يعني انتم بتحبوا عمليات التجميل ليه؟ لا، شوف، انا قدمت يعني كيف ما فهمت انه انا قلت له شو. لا يعني، او خلي السؤال بشكل يعني، الاسراف في عمليات التجميل. لا شوف، هل انت انا ما داخله فيه ولا بتعتبريه حريه شخصيه؟ شوف، انا ما كل ست تحب تزبط حالها، بس مش تشوه حالها. عرفت؟ هلا لا شك في اخطاء كثير عند بعض الاطباء او رده فعل للمرضى، بس بنفس الوقت ما في حدا بهالدنيا ما بقى عم يزبط حاله. مش ضروري يكون، مش شرط يكون فنان. صاروا الناس العاديات بيزبطوا قدنا على مليون مره. فكثير عادي بالنسبه لإلي انه اذا انا على بالي اعمل بوتوكس او فيلر بدي اعمل. ما حدا له معي، المهم انا ما اذي حدا. شو انا بعمل بحالي هذا الشيء بيرجع لي انا، وهذا بقناعتي. هلا في اوقات واحد بحالفه ما بحالفه الحظ، بيصير عنده مشاكل، بيصير عنده كومبليكاسيون. اكيد الواحد لازم يعرف عند اي دكتور يروح وعند مين كيف يتعالج، لانه في كثير برودكت منها منيحه بالسوق بتسبب مشاكل الى اخره. بس في البعض احيانا بيخفي انه عمل يعني عمليات تجميل يقول ما عملتش. كلنا بنعمل رتوش، كلنا انسى. 99% فاصلة 99%، مش راح اقول لك اكثر. واللي يقول انا ما بعملش عمليات تجميل يعني هو ضميره الوسط يعني ليه الواحد ما بيكون متصالح مع حاله؟ شو فيه، انا بدي اعمل بوتوكس، هلا انا صار لازم اعمل بوتوكس صراحه، يعني بس تركته مشان المسلسل لازم يكون في اكسبريسيون، نقدر نضحك، نعبس، نعمل، يكونوا موجودين. لا بس مسألة تتجاوز البوتوكس، يعني في انف وفي مخص، هيدا ما بتعملها مره بالعمر، بس البوتوكس كل فتره لازم تعملها، ما بيضاين، عرفت؟ حتى الفيلر، لانه البيرمننت عندي ليك، شوف عندي اطلاع فيهم، البيرمننت بي بي بيعمل لك مشاكل مع الوقت. الفيلر العادي لا، بكل فتره كمان بتعيده. بس هنا ما مش بت، لان انا بشوف احيانا البعض بيجيب معاه نتيجه عكسيه ويؤدي الى متاعب. في كتير طبعا، و
وبيكون في جمال مع بعض الدفوهات البسيطة كده، لكن بيقضي على الجمال تماما يعني. مظبوط. هلا في مثلا انا في كتير من اصحاب بيكون عندهم مشاكل صغيرة، بيصيروا انه بيجوا ياخذوا رأيي، انا بقول لهم ما تعملوا، لانه مثل ما قلت الدفوه هن شايفينه ونحن مش شايفينه، فبيبقى في دفويات صغيرة، لان الواحد ممكن صراحة ما بقى دايما الواحد بيكفل اذا هالدواء رح يتجاوب معه او هالفيلر رح يتجاوب معه او هل هالطبيب رح يتوفق معه، لان كل واحد معرض انه يغلط. طيب نسمع ما تشوف بقى. عندنا حبيبة امها. طيب يا دي بتحبوا الخناقات الفنية يعني، يعني لازم تبقى في عناوين كده. رولا سعد وهيفاء وهبي خناقة ومحاكم ما رح نخلص منها بقى. خلاص خلاص خلاص. بتعرف هيدا الشيء كل حدا بيصير عنده مشاكل، بس يمكن لأنه نحن بالأضواء بنحكى عنها أكتر، أكيد كان في خلاف ولا خلص. مش جايز دي وسيلة لصناعة أضواء يعني؟ ما تعالوا نعمل شوية خناقات لا بالعكس. بالعكس مش هيك بتكون أنك تفوت على محكمة، مش وسيلة أضواء. أنت مع هيفاء وهبي رحت المحكمة؟ الحمد لله وربحت وخلص وخلصنا الموضوع، وهي بطريقة وأنا بطريقة والله يوفقها، وبالعكس ما في شيء بقى خلص، بس ربحت القضية. القضية كان فيها اتهام بسرقة أغاني حاجة كده. لا يعني. يا ريت خلص ما بدنا يعني خلص أنا أخذت عاد على نفسي ما بقى أحكي بالموضوع. لا مش هيك ما هأحكي خلص خلص. طيب خلينا في نتكلم بس على بعض المحطات اللي ممكن يكون فيها اصطناع قضايا يعني. لو بشوف كمان في انت عملت كليب واخترت فيه مهند. أوكي. مهند اسمه ايه في عارفينه مهند بس كيفانج. ليه كان ايه فكرتك في الكليب انه يبقى معاكي مهند فيه؟ بدي اقول لك شغله. هلا كل حدا بيجيبوا مودلز من برا. هلا انا كنت بمصر عم بعمل المسلسل يمكن تبعي او الفيلم، ونزلت على لبنان وكان عندي 3 4 ايام، كان مفروض من اي شخص هون من مصر انه يمثل معي الدور، لظروف معينه ما قدر يكون. هلا نحن وهونيك انا نزلت 4 ايام وراجع على مصر. فبالصدفة عم تقلي اختي كان اول ما نبلش مهند، يعني كان بعد ما صار مهند كانت بلش جديد المسلسل تبعه. يعني كان في وقتها هوس بمهند يعني. لا كان مبتدي جديد يعني، كان المسلسل لسه جديد يعني، لسه يبتدي يعني. فجات اختي قالت لي تعالي شوفي الشاب ده بيشبه خياتي. هلا انا سطلت صراحة. هلا اصلا في كثير ناس فكرونا اخوه. لا عن جد في شبه كثير، وانا بتعرف انه في اشياء انت ما بتسعيلها بس ربنا هيك بيفتحها بوجهك هيك. فانا بالصدفه عم يحكيني مدير اعمالي قلت له بدي فلان الفلاني يكون معنا وكذا وهيك، ماي اكس مدير اعمالي. عملنا كونتاكت معه خلال يومين كان. بس بياخد في يعني خد كام مثلا؟ لا ماشي ماشي بالعكس كان في سبونسر. خد كام المحظوظ ده في الكليب ده؟ 20,000. لا 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 والله العظيم 20,000 دولار. عادي انه ما كثير يعني ما بعرف، بس من خلال ليك صار في كثير حكي بالصحافه انه انا قلت انا جبت مهند وشهرته. هي القصه مش هيك، هي القصه لانه تتعرف انه كتير حلو اللي يكون عم بيحاورك يعرف يحاورك وياخذ الصدق منك، مش ياخذ سكوب منك، ياخذ الصدق منك. انا قلت انه انا بوجودي انا بوجود انا عملنا الكليب وكان موجود معي بهذا الكليب، انا فتحت مجال انه كتير ناس يتصلوا فيي ليعملوا له دعايات ليعمل اشياء تانية تعطيهم الكونتاكت. فانا فتحت له مجال. فتحت له مجال انه يطلع موديل في انما لا مش انما مش هو مش كان مش كان مشهور. لا لا, لا 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 بعدنا عم اقول لك انه حلو المحاور يوصل المساج. مش قد اعمل سكوب، انا المقصد انه هو اجى اوكي عمل معي صورنا الكليب والى اخره. صارت انت مثلا انت عندك دعايه، انا صار يتصل فيي انا انه بليز تعطينا رقم مهند كذا بالمكتب تبعي وفلان وهيك، وصار في كثير اشياء مثلا ناس تسال وتطلب نحن نعطي الكونتاكت من خلالي. انا صار في عنده اكثر ناس تقدر
تصير تعمل معه كونتاكت او تتواصل معه باشياء معينه، حفلات، دعايات، من خلال من خلالي انا، لانه يعني فتحتي له ابواب لا التواصل، يتواصلوا معه. طيب نسمع الكليب يعني. ما فيش هاي الاغنيه دي كمان كانت اغنيه سوزان تميم صراحة، ويعني وبعد ما قتلت سوزان تميم اتذاعت الاغنية، جاك تليفون فانت غششتيني رد لا صراحة للأسف الشديد دايما بحطوا الحق على الفنان. هلا اوكي، في صحافي كتبوه لسعد تقتلوا سوزان تميم فنيا، وانا عن جد ما معي خبر. انا نزلت الغنية وبعدين بلاقيها على اليوتيوب بتشانلز انه حاطين شقفي مني شقفي من سوزان، يعني مقطع مني. بس هي نزلت قبل مقتل سوزان تميم؟ ايه قبل. ايه قبل بس هي كانت غنيتها وبعد مقتلها هي شكلها مغنيتها وركنتها بالجرور او صار في خلاف يمكن مع شركه الانتاج او مع الملحن. الملحن استاذ سمير سفير بعني، بس ما كان عندي فكره انه طب ليه تحققي شهره على دم وجثه سوزان تميم؟ صراحة أنا قلت لك الحقيقة ما عندي فكرة، ولا ما كان عندي فكرة أبدا، بالعكس يا ريتها بعد عايش وتاخد الغنية، لأنه بيلبق لها، كانت فنانة كتير حلوة وأنا بحبها كتير. وأنا انصدمت إنه كنا عم نغني على نفس الطبقة، لأنه هي عندها قدرات صوتية مخيفة سوزان. إي طبعا أحلى من صوتي، وتفاجأت إنه في انسجام بالصوت. طيب بمناسبة ده، بتشوفي يعني احيانا الحياه الخاصه للانسان بتدمره؟ او خلينا اساله لك بشكل تاني، يعني انت لقيت لك تصريح بتقولي فيه انا ديانتي اهم من اي حب، ليه؟ لا لحظه، انا عندي شغله كثير مهمه، انه بيجي بيقول لك انه انا اوكي بكون معي بس بدك تغيري، شو خصك بديانتي وشو خصني بديانتك؟ اذا ديانتي خلتني انا احبك واحترمك وكمان هو نفس الشيء، ليه دائما بدنا ندخل الديانات بالدق؟ ليش؟ اي يعني هو اللي بيطلب انك تغيري ديانتك عشان تبقي معي، يعني طبعا تكتمل قصه الحب يعني. ايه طب ليش؟ انه ليه انا ليه؟ طب انت شو؟ بالعكس انا مبسوطه بديانتي ومقتنعه فيها ومرتاحه فيها وعايشه سلام فيها، شو اللي قاهرك؟ شو اللي زعجك؟ وانت حبيتني هيك. انت حبيتني مثل ما انا. يعني هيدا من الاول الاشياء، هي الاشياء لازم تنحكى، مش انه لما خلص الواحد ببلش يحب الثاني بصير بده يحط عليه شروط. يعني عشان كده انت بتقولي هنا طبعا يعني تمسكك بديانتك اهم من اي حب واهم من طبعا اي حياه طبعا، لانه انا خاصة يعني. اكيد انا ببدايه حياتي لو ما هالديانه اللي انا اللي بامن بتعاليمه، ما كنت انا قادره اوقف على اجري، ما كنت انا هلا هون، ما كنت انا هون. يلي قادر يستغني، انت قادر تستغني عن ديانتك كرمال وحده؟ لا طبعا. يبقى خلص، ليه انا بدي استغنى وفلان ما بده يستغني؟ كل واحد كل من عدينه الله يعينه، كل واحد مقتنع بحياته ومبسوط بحياته، ماشي، ما تأذي غيرك وما تضايق غيرك وما تسرسر على غيرك وتجرح غيرك وذاتس ات. هي بس هيك. طيب وبيموت الحب على طول. ضحكته، هي أول مرة بيضحك. طيب وهنا على طول يموت. معقول فيها يعني في حبيب يشترط تغيير الديانة عشان تكملي معاه؟ طبعا في كتير، يمين يشيل. بعرف كتير قصص هيك، اصحابي عينوا من نفس الاشياء، ان كانوا من الطرفين الديانتين، لان اصل الناس بتتعايش مع بعضها البعض باديانها يعني. طبعا ما هي اللي عم بقول انه وين صرنا نحن، انه الواحد عن جد الواحد اهم شيء انه ما ياذي غيره، هيدا الاهم. انه انت شو كيف بتحبه؟ لا كلنا بنحب الله واحد، بس انت بتحبه بطريقه وفلان بحبه بطريقه، خيك بحبه بطريقه ديفرنت، كل واحد بحب عنده بيتعامل بحياته الشخصيه بينه وبين ربه بصوره معينه بطقوس مختلفه، بس نحن ما عندنا اختلاف انه كلنا نؤمن باله واحد. طيب عشان كده بقى غني يعني عشقه وغلبانه. لا ما راح اغني عشقه وغلبانه. طب خليني انا احاورك شوي. صعب يعني، احنا بنملك السؤال. طب ليش لا؟ لما تبقي في مذيعة في البرنامج ده. طب انا عملت انا بملك السؤال وانت بتعملي يعني، بس عايزه تسمعك انت يعني. لا بعد شوي يعني، بعدني بغنيه بعد شوي. طيب نغني تاني بس نشوف. هنا في ال لغايه ما اشوف ده، ليه بتلجأ احيانا البعض بينتقد، بيلاقي في صور بتنزل لهولا سعد باشكال مختلفه يعني،
وبلاقي في بعض التعليقات يعني لو شفنا بعض الصور كده اللي هي البعض ممكن يقول يعني محاولة لا في صور تانية بلاقي فيها تعليقات يعني كده. هنا البعض بيتكلم على وكأنك تلفت الانتباه بالمزيد من التعري يعني. هي بدي خبرك شغلة هادي جديد الصورة بدي خبرك ما بتشوفيش انه ده يعني لفت للانتباه؟ لا بالعكس، انا حدا بحب كتير الفاشن وبتبعه الاشياء اللي بحسها انا ممكن تلاقيها. وقع البنطلون مقطع ده، رجعنا البنطلون طبعا وقع ده كمان. طب شورت يا خي شورت، فين بقيه القماش؟ شورت هيدا شورت، لو كنت لابسه شورت كان عادي يعني. ما هو بالعكس حطيت له قماش من هون. لا هي الفكره ليه ما تقوليش انه يعني لما اطلع للناس بما اقدمه من مضمون مش لازم حياتي. نحن بصرنا بعصر الموضه هلا صارت كيس حدني. قبل الناس ما كانت تهتم بالموضه، وانا انتم موضه كثير، انا بحب الفاشن كثير وعندي هوس ادمان بشيء اسمه موضه. هلا ناس بتتقبل ناس ما بتتقبل، ناس بتحب ناس ما بتحب، هذا الشيء بيرجع لهم هن. بالنهايه انا عم بلبس اللي انا بحبه واللي انا شايفته. انا ببلدي هذا الشيء عادي، عند غير ناس يمكن هذا الشيء مش عادي حسب البيئه اللي انت عايش فيها. لا انا هنا يعني ما بنتقدش انا بتكلم على يعني فكرة ان هدى السعد يجب ان تطرح نفسها على الناس بشغلها. في ناس دايما على طول هتلاقي حياتي كثافة في مواقع التواصل الاجتماعي. لو بتدخل الحمام في صورة، لو ماشي في الشارع في صورة، لا شوف لو فهنا على طول. لكن المضمون اهم يعني، ده اللي لا شك انه المضمون اهم، بس اللبس موجود يعني. ان كنت فنانه او كنت انسانه عاديه او كنت مثل ما قلت لك، الموضه هي هلا عصر الموضه. قبل كنت دائما يعني ما كان هالقد الناس تتابع الموضه، هلا الموضه صارت هوس عند كثير من العالم، وانا من الناس اللي بحبوا كثير الموضه. هلا انا بركز على فني، وما بركز على فني، هذا الموضوع بخصني انا. اكيد عم بشتغل، عندي بروجي بايدي وهلا عم تخلص، وفي صور من الصور اللي شفتهم هيدول موجودين بقلب المسلسل، لان المسلسل بيحكي عن فاشن، مجله بملك مجله فاشن معيوري مرقده، وفيها قصه حب والى اخره، بس فيها عرض ازياء وفيها تصاميم ازياء وفيها كثير اشياء عن الفاشن اللي المفروض دارجه هلا وراح تدرج بعد شوي لقدام، فهذا نوع من شغلي كمان. طيب ولا مش هعود للقضيه الاولى بشكل يعني مخز، بس عايز اخد منها اللي هو لو انت يعني بتشوفي بتوجهي نصيحه للناس اللي هي ممكن تكون عاشت في ظل ظروف اجتماعيه مأساويه شويه، لكن للاسف الشديد مجتمعاتنا، هل انت عشتي ده؟ تعايرهم دائما بظروفهم يعني؟ طبعا. نحن شوف المشكله انه مثلا نحن وصغار كانوا اكثر شغله كانت انه هدول ايتام شو راح يطلع منهم؟ انه مثل انه هن مثل انه الايتام عيب يعني. مثل كأنه الأيتام جريمة كبيرة نحن ارتكبناها. بالعكس، أنه الواحد أنا بقول لكل إنسان عايش ظروف صعبة، وبرجع بوجه للكاميرا وبقول لهم كونوا قوية، ربنا ما بيترك حدا، ما بتعرفوا أي متى هيك بتقلب حياتكم، بس أنتوا بتصروا على أنكم تصيروا يوم من الأيام شغلة، أكيد بطريقة حلوة، بطريقة ما تأذي غيركم، بس أهم شيء يكون عندكم الإصرار. بس إلى هذا الحد يعني بتلاقي المجتمعات يعني احنا بنعاني من ده في مجتمع، هل بتلاقي انه في المجتمعات دائما يعني ربما تعاير البعض على ظروف ولا تساندهم وتتعامل معهم على انهم مواطنون من الدرجه الثانيه؟ للاسف للاسف شفت. انا جيت لهون عملت بروجرامين بتلفزيون الحياه، منهم رولا شو، وكان في قدرنا نزور اماكن كثير باحياء الشعبيه، وشفنا الوجع اللي لا يوصف، وشفنا الطيبه الموجوده هنيك، وشفنا العدم الوعي للاسف الشديد، يعني في شيء كثير بعد ما بيعرفوها مش وصلت لهم الى اخره. فانا اكيد هذا الشيء بحزن، وهذا الشيء بخلينا نكون ورا، لانه السعاده لإلك وحدك لذاتك منا سعاده، السعاده تتاخذها بدك تعطي غيرك. فيا ريت كل واحد منا يقدر يساند بعضنا، لانه بهالولد اللي ممكن موجود بهيدي الاماكن يكون نابغه، ممكن يكون شيء يفتخر فيه البلد بعدين، ممكن ما عنده فرص انه يتعلم او ياكل ويشرب مثله مثل غيره.
فمشان هيك اكيد للاسف الشديد مجتمعنا ما بيرحم. يعني انا بدي اقول لك شغله، باول الحلقه قلت لي عن قصه اذا خي كيف كان، خي كان انديكابي، كان عنده مشكله شلل وتوفى. اخوكي ايه، فالمشكله انه كان يكره يطلع يتغدى برا او يتعشى لانه العالم يا ضيعانه هالشاب، يا ضيع يعني حسسوه بعقدته، يعني يتهكم عليه ايه، وكمان يعني مش ناقصه، يعني بالعكس لازم يتعاملوا معهم انه الناس عاديات مثلنا مثلهم، لبل هن احسن منا لانه هن مناضلين، هن عم بيسابروا عم بيضحوا عم يعطوا تيكونوا شيء تيكملوا حياتهم. مشان هيك لازم يكون في توعيه اكبر، ليكون في لفتي اكثر، ان كان من خلال برنامجك، ان كان من خلال حياتي، ان كان من خلال الكاميرا، كلنا سوا لازم نتعاون تنضوي على هدول الاشياء ونقدر نساعدهم بقدر المستطاع. طبعا 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 القضيه دي احنا يعني هتلاحظوا ان احنا اهتمينا بيها كثيرا، كيفيه التعامل مع كلنا ولدنا، محدش فينا اختار البيئة التي ولد فيها ولا الظروف اللي عاش فيها ولا فصلها على هواه يعني. وبالتالي هنا مهم جدا انه الناس لا تشعر من ولد في هذه الظروف بانه يعاني نقصا يعني او عنده مشكلة، لان للأسف الشديد ده ليس موجودا في مجتمعاتنا للأسف. هطلع الفصل الاخير وبعدها هنكمل معه. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الاخير من الحوار. رولا سعد بتتكلمي، يعني شفت لي كمان تقولي انه الحب مهم جدا في حياة الانسان طبعا. بس هل واضح انه يعني الحب في حياتك لم يؤدي الى الزواج حتى الان؟ ليه؟ يمكن هلا بعد شوي اتجوز. لكن الحب مهم طبعا، شغلة كتير مهمة. الحب هو محبة العيلة، محبة الناس، كل شيء. يعني لولا الحب ما في شيء، كنا قتلنا بعضنا. الحب شغلة كتير مهمة. هلا بالنسبة انه ارتباط او ما ارتباط، هيدا الشيء شو ربك كاتب لك. بيصير في ناس بيوصلوا للزواج وما ما بيتوفقوا، وفي ناس بيتجوزوا بينفصلوا دغري. بس واضح انه عندك الحب وصل لمحطات الزواج، وحصل لانك بتقولي يحدث او حصل لك يعني انه يقول لك تتخلي عن ديانتك او تغيري ديانتك، يعني كان على وشك الوصول لمحطه الزواج. اي ممكن. طيب الموضه بتهتم بيها كمان، يعني بتقولي انه التنفيس يعني بتنفس فيها الموضه. ليه؟ يمكن لانه كنت حب كثير البس انا وصغيره ما لبست، يمكن ما بعرف، يعني في شيء ربنا بيبقى خيل قد بتحب اشياء معينه. انا من الناس اللي بيميلوا للموضه كثير. لا بس حلوه بتقولي عشان كان نفسك تلبسي يعني في وقت من الاوقات وما كانش عندك الامكانيه. يمكن هلا مثلا اخواتي لا ما هالقد، بس انا بحب. وبعدين انا من الناس اللي كثير بيهمني الموضه، يعني مثلا انا ما كثير بهتم بظهرات وروحات ومجيت، حتى لو انا يعني انا شوف الاشياء اللي بتسعدني، اذا شفت صوره حلوه حدا لابس حلو بنبسط. يعني مثلا انا اليوم مبسوطه فيك، لبسك حلو. ميرسي، الله يخليكي. الف شكر. شهاده من خبيره موضه يعني. وانت اشتغلت عريضه ازياء كام سنه؟ شو 4 سنين فعليا. وبعدها بعدين بعدت شي سنه شوي، وبعدين فتح عالم الفن. اكيد بدي اقول ثانكس لاستاذ محسن جابر، لانه هو كان اول سبورت لي بالعالم الفن وبمصر. وما فيني انسى ابدا الجمهور المصري، وانا ما بحكي شعر، انا بحكي واقع ومنطق. اول مره بحياتي بوقف على مسرح كان باسكندريه، كان في حفله مع راغب علامي، وكانت انا عندي غنيه واحده بس اسمها على دا الحال. فانا طالعه طبعا خيفانه وعتلاني هم، على اساس انه في شيء 500 600 شخص، بطلع هيك بلاقي شيء 20,000 25,000. فخفت، انا كيف بدي ارجع اطلع على المسرح؟ خفت كثير، بس المهم طلعت، واللي طلعني واعطاني هالقوه بسمعهم عم بعيطوا رولا.
رحيلتي هي غنية واحدة يعني ماشي واحدة شوف شو عن واحدة يا دوب ما في غيره مخزوني كله ماشي غنية وبعدها نبلش جديد فشعور كتير حلو انك تطلع وتلاقي هالعالم هالعشرين ألف عم بعيطوا رولا وعم بيغنوا على ده الحال عطوني سبورت بكل حياتي بكل مراحل حياتي بيقولوا لي كيف بلشت بقول لهم من اسكندرية من مصر لانه عطوني الدعم والقوة اللي كان انا بوقت من الاوقات ما عندي ثقة بحالي وكان عندي خوف كتير وكنت اول مرة بطلع على المسرح فلآخر يوم من حياتي بتشوفي مين بيجلس على قمة الغناء الان يعني لو جاز لنا انك تقولي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة زي ما انت عايزة يلي هو بلاقيه احلى شيء يعني عمرو دياب اكيد كاظم موت فيه كاظم الساهر موت فيه صابر وائل شيرين في كتير يعني بس انا اللي انا بنطرب على صوته ملحم بركات الله يرحمه الموسيقار الله يرحمه طبعا بيعني لي لانه كان بيحبه خي الله يرحمه بيعني لي كتير هو وصوف بس اكيد كيف في كتير فنانين ما في كتير عندهم اصوات رائعه وبتاخذ العقل وفي ناس بيتوفقوا بأغنية ما بيقعدوا يعملوا غيرها وهيك طيب هنسمع تاني اغنية كليب تاني ليكي بسرعة وبعدها ناخد تعليقات اخيرة عشان بس الناس تبقى تشوف المزيد من الكليبات لغنى هنا من الفن خليني ارجع تاني للعمل الانساني والاجتماعي يعني ما فكرتيش شويه تقولي انه انا لان انا عشت حياه دور الايتام شويه لما احاول اقدم شيئا لهم بمعنى انا فاهمه ظروفهم ايه وفاهمه المشاكل النفسيه فيمكن ان اقدم شيئا لهم بمعنى انك ممكن تشتغلي في هذا العمل الانساني كويس ايه اكيد ليش لا هلا انا موجوده بكذا جمعيه اكيد ما فيني ما ساعد ما فيني ما يعني عاد ما انا بعرف حتى في اشياء بقدر ساعد فيها اكثر من اي حدا تاني لانه بكون انا مرقه بنفس الحاله اللي هن عم يشتكوا منها مشان هيك في كتير ناس لما بنزل شيء بصير يقولوا نحن ما بنقدر نساعد وما معنا مصاري هي المساعده مش بس مصاري المساعده هي معنويه يعني مثلا بالمحلات اللي نحن بنزورهم في عجزة ختيرة مثلا ما هون كتير مصاري بس بيشكوا من الوحدة بيشكوا انه اولادهم تركون وراحوا اوكي حاطينه فيرست كلاس ما هو العمل الخير مش بس مادي العمل الخير فيكون معنوي فيكون سبورت يعني دعم ل يعني تحسسه تقول له انا هون موجود يعني فيك يعني ما بعرف كيف بدي اشرح لك المهم انه مش بس مادي يعني ما طبيعي يعني في عمل ادبي ومعنوي حتى يعني يمكن انه يكون مساندا ايضا. طيب في وانا بلخص بقى كده في النهايه الكلام اللي اتكلمناه كله من البدايه، واحد مش عاوز يفهم الكلام عن الام انه يصيب الامومه في مقتل يعني، فيطلع البعض يقول لك شوف رولا سعد وفي عيد الام يعني لو عايزه تعلقي على هذا الجانب اللي البعض ممكن يشوف في كلامك عن انك عشتي امومه ماساه مع الامومه من نوع خاص يعني، لكن ده لا يصيب الامومه في مقتل يعني او ليس اتهاما منك للامومه او تشويها لها يعني. لا لا في كتير ناس بالعكس انا بشكر كل انسان عايش بمرحله صغيره بحياتي يعني مثلا مش رفيقتي امها طبخت لي طبخه بعتت لي اياها بالعكس انا بقدر هيدا الشيء، الامومه شغله كثير مهمه، بعرف المثال اخواتي اختي ماشي دفنه حياتها كرمال ولادها ما بتعمل شيء ما بيهمها لا ظهرات ولا سهرات ولا لبس واختي الثانيه كل حياتها لك اذا بيكون ابنها عليه حراره بتقعد ما بتقعد على ال... على على التخت تقعد على الارض لانه انا خيي انشل من وراء حراره فمره مشكله طلعت حرارته وحطوا له ابره ملونه وانشل فحتى على التخت ما بتقعد على الارض ما تخفى فما هي الامومه مخصه بهي وبشكر الله انه هالاشياء ما اثرت علينا سلبي صار عنا نقمه لانه في كثير ناس عايشوا بنفس العيش اللي عشناها نحن للاسف الشديد صار عندهم نقمه صار عندهم غضب صار عندهم وجع مش قادرين يتخلصوا منه.
طيب والجزء الثالث كمان انه ربما الحياة في وسط مآسي ومحن مش نهاية الحياة. أكيد. يعني اللي ممكن تقولي لي الناس ده ليس نهاية الحياة، بمعنى انه كان ممكن بسبب هذه الظروف انك تبقي يعني حطام امرأة، لكن صممتي على انك انا الحمد لله. لا اكيد اكيد واحد لازم يكون عنده طموح، لازم يكون عنده رجاء وايمان بالله انه اكيد اليوم مش حلو بكره اكيد رح يصير احسن، وكل واحد لازم يسابر ليقدر يوصل، مش انه بس بده يقعد هيك وينطر تا الفرصه تجيله. طيب رولا سعد بشكرك على هذا اللقاء اللي تنوعنا فيه من محطات إنسانية لمحطات فنية، من كلام عن الحب والعلاقات الاجتماعية والعمل الإنساني لكلام عن الفن. ألف شكر. ميرسي لألك، وأنا بيشرفني أكيد، وخاصة بعد غيبي طويلة بمصر أني أرجع للشعب المصري بلقاء معك أنت. ميرسي. وإحنا سعداء بكده، وإن شاء الله دايما حتى المحطات اللي فيها سواد واللي فيها محن واللي فيها يعني مآسي إنسانية، لكن يمكن أن نستفيد من تجارب الآخرين ومنها رولا، لأن الحقيقة هي اتكلمت عن محطات في غاية الصعوبة، يعني سواء ما يتعلق بمشاكل عائلية أو مشاكل إنسانية واجتماعية، وكمان بعد كده كيف يمكن أن ينتقل الإنسان إلى تحقيق طموحه، يعني مهما كان بقى الخلاف هل حقق نجاحا أم لا، لكن محاولة تحقيق الذات والانطلاق من بيئة مليئة بالأزمات والمحن بهذا الشكل تستحق أن احنا نسلط عليها الضوء. إن شاء الله نكون معاكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة.